عسلامة. اليوم ان شاء الله باش نعملو مع بعضنا صحن مكرونه زهره بيضه تعمل الكي سهله وبنينه. وتوا كيف تشوفوا المقادير، شويه جبن، شامبينيون، مايس، بصل وثوم، شويه زبده، فلفل كحل. وتوا حطينا شويه زبده وشويه زيت ونحطو معاهم البصل والثوم ونخلطوهم مليح باش يعطيونا كالنكهه البنينه اللي نحبوها. ونحطو الشامبينيون وباش نحطو القطانيه. ظهر لي وصفه اسهل من هكا ما فماش. تحط كل شيء مع بعض، والكليل والزعتر، شويه ملح، ونخلطو. ومن بعد باش نكملو بقيه التفاح، شويه فلفل كحل يزيدها بنا على بنا، وهذا اختياري، شوية جينجر، زنجبيل كيما تحب انتي، قوي المناعة ومفيد. بعد ما حضرت الصوص خلطناها بالمقرونة وكون